مرحبا، كيفكم؟ بنبلش ببسم الله الرحمن الرحيم، ونويت اعمل فيديوهات لكل الفاكتورايزر بالعالم. شو ما في فاكتورايزر تبعتوا لي اياهم ابعث لكم اياهم فيديو. في تلميذه بعثت لي، والله كانت يعني بعد شوي حتبكي على ال بعثت فويس عم تبكي بعد شوي، يعني هيك حسيتها انه الالجبريك اكسبريشن مش فاهمته، فهيك ما بصير يعني. بعد النتيجة يعني مش آخر الدنيا. النتيجة واحد بيعمل اللي عليه، بيدرس وشو ما جاب يعني بيتكل على الله، شو ما جاب بيكون منيح يعني. فعنا أول واحدة a of x equals 16x square plus 16x plus 4 ونعملها factorize. هيدي شو شكلها؟ شكلها a square plus 2ab plus b square. ودايما إذا الشكل كان عندي 3 factors فكروا بهيدي القاعدة. إذا عندي هاي القاعدة a square plus 2ab plus b square، فشو جوابها بده يكون؟ بده يكون a plus b كلها square. فأنا هون بدي أعمل افتح براكت، فبفتح براكت هاي square وعندي plus بالنص، هاي plus بالنص 16x square. أنا مين بدي؟ بدي a، ما بدي a square. هي ال a square قدي 16x square. طيب ال a قدي؟ فبعمل radical من هون وradical من هون لحتى طلع ال a. a equal 16، شو بتظهر من تحت الراديكال؟ 4 x سكوير، سكوير بتروح مع راديكال x، يعني صارت ال a 4 x. طيب ال b، هاي b سكوير هي 4، يعني ال b سكوير equal 4. طيب انا بدي ال b، بعمل راديكال من هون راديكال من هون، يطلع عندي ال b equal 2، فبحط 2 هون، خلصت. هاي واحدة تانية كمان فاكتورايز. كمان اذا عنا 3 فاكتورز قلنا بنفكر بقاعدة انه a plus b كلها سكوير، او شو؟ او a minus b كلها سكوير، يعني حسب 2ab. يعني هاي شكلها a سكوير minus 2ab plus b سكوير. اوقات انتبهوا بيكونوا مخربط لنا اياهم، يعني حاطط لي ال b سكوير هون وال 2ab. هلا هون مش مخربطين، مزبوطين هيك على قد. فانا بدي انتهي لهيدي القاعدة، فبفتح براكت انا، هيدا هو الجواب اللي بدي اياه انا. بدي minus بالنص 4x سكوير. انا بدي مين؟ بدي ال a، ما بدي a سكوير، بدي حط هون a. فشو بتكون هون؟ 2x. طيب ال b سكوير 9، بدي انا b. نحن اتفقنا هيك، اذا b سكوير 9 بدي b، بعمل راديكال من هون راديكال من هون، بيطلع عندي b equal 3، فبيطلع عندي هون 3، خلصت. c of x equal 25x سكوير minus 1. هاي مش 3 فاكتورز مثل اللي قبلهم، هاي 2 فاكتورز، يعني a سكوير minus b سكوير. ما نحن اذا عنا فاكتورايز يا ما نفكر بكومون يا ما نفكر بقاعدة remarkable identity. الاثنين اللي قبل a of x و b of x كانت كمان شو قاعدة؟ كانت remarkable identity، اللي هي شو؟ كانت 3 factors a square minus 2ab plus b square، اللي هي مفروض يكون جوابها a minus b square. هون عندي 2 factors فما في common، في عندي remarkable identity. هاي شو لازم يكون جوابها؟ a minus b a plus b. فبفتح 2 brackets، مرة minus مرة plus. ال a مين هي؟ اذا ال a سكوير هي 25x سكوير، ال a قد ايه؟ فيني اشتغل هيك، ال a سكوير هي 25x سكوير. بدي a انا، فبعمل راديكال من هون راديكال من هون، بيطلع عندي ال a equal 25 تظهر 5، x سكوير تظهر x، فبيطلع عندي هون 5x. كمان ال b سكوير هي 1، يعني قد ايه ال b؟ اذا ال b سكوير equal 1، بعمل راديكال من هون راديكال من هون، شو بيطلع عندي؟ b equal 1، بحط 1 هون. هاي مرة ماينس هني زيتوا الأرقام 5x plus 1، خلصت. بيبقى بهذا الفيديو رح أعمل بس هيدي، بعد ما حطول الفيديو عشان تحضروه كله. هوني كم فاكتر عندي؟ هيدا فاكتر وهيدا التاني، 2 فاكترز. قلنا يا منشتغل common يا منشتغل على remarkable identity، منشتغل على قاعدة. ما عندي common أنا هون، يعني ما حد يقلي هون 3 هون 9 في common بيناتهم 3، لا مش هيك. هيدا فاكتر وهيدا فاكتور. بدي انا مثلا اذا اخذت كومون بدي يكون 3x plus 1 هون و 3x plus 1 هون. بما انه ما بيزبط على الكومون بدي اشوف الريماركبل ايدنتيتي. انا الريماركبل ايدنتيتي هي اللي عندي اياها اذا كانوا 2 فاكتورز a سكوير minus b سكوير. فهيدي بتكون ال a سكوير minus b سكوير. فانا شو بتصير القاعده تاعيتها؟ مره minus مره plus، صح؟ مره minus مره plus. بدنا نعرف مين ال a ومين ال b. نحن بنعرف الـ a سكوير هي كلها، الـ a سكوير هي 3x زائد 1 كلها سكوير. فبدي أعمل a لحالة، بعمل راديكال من هون راديكال من هون،
بتطير سكوير مع الراديكال a equal بتطير سكوير مع الراديكال 3x plus 1. صارت ال a هي 3x plus 1 بحطها هون 3x plus 1. طيب ال b هي ال b سكوير هي 9x سكوير، b سكوير هي 9x سكوير. طيب بدي b بعمل راديكال من هون راديكال من هون، بتصير b equal راديكال 9 هي 3x سكوير x، بيطلع عندي 3x مرة ماينس مرة بلس، يعني نفسهم 3x plus 1 و3x. بس بيبقى عندي شو بدي ظبط اللي جوا، اعمل اكسات مع بعض، هول براكس بيضلهم، اعمل اكسات مع بعض واللي بلا اكسات مع بعض. عندي 3x minus 3x بيروحوا، شو بيبقى عندي 1 3x plus 3x 6x و plus 1 بتنزل، شو بيطلع هون جوابها 6x plus 1. خلصت ان شاء الله تكون واضحة، هي 6x plus 1. اي سؤال اي واحد عندكم يا فاكتورايز بدي احللكم بدي يعني فيها مش عارفين تحلوها، بعتولي وقولولي.